عشان نبعد عن الفن مع حضراتكم، خلونا شويه كده مع الابداعات الفنيه والابداعات الشبابيه اللي بتبقى دايما بتكسر المألوف ودايما بتقدم حاجه جديده ومختلفه. من اسلام نروح مع حضراتكم لهاجر. هاجر هي طالبه بترسم كمان البورتريهات او فن البورتريه بطريقه خاصه جدا مختلفه جدا. تعالوا نشوف. عندي 8 سنين كنت بحب ان انا ارسم جدا، اجيب حاجات مثلا من مجلات واقلدها وارسم وكده. وبعدين بدات ان انا اتطور من ده سنه بسنه، وبدات كمان في فيديوهات كتير جدا على اليوتيوب للرسم من رسامين كتير جدا، وتعلمت منهم بقى وبدات ارسم منهم. فن البورتريه ده هو رسم أشخاص، والبورتريهات عموما بيبقى ليها أحجام مختلفة، وهو بيستخدم فيه البورتريهات عموما كمان بتستخدم فيه كذا نوع بتاعت الأشخاص، بيستخدم فيه الألوان الخشب والرصاص والجاف والفحم والأكوريل والزيت، وفي اكريليك كمان. في اطفال كتير قوي بجد انا بشوفهم قدامي بيكونوا هم بيحبوا جدا موضوع الرسم، وللاسف يعني ابهات وامهات كتير بيكونوا هم شايفين ان ده عادي، مش بيهتموا او مش بيركزوا ان الموهبه دي ممكن تكبر معاهم، ممكن يبقوا حاجة جامدة بعدين. فلازم فعلا بجد كل أب وكل أم لازم يهتموا بموضوع الرسم عند أولادهم، ولازم ينملهم الموهبة دي. بتمنى والله إن أنا أعمل مدرسة للفن وكده، والناس كتير تتعلم الموضوع ده، لأنه أساسا موضوع الرسم ده فعندنا إحنا في مصر يعني مش التركيز قوي عليه قوي، وناس كتير ممكن ما تلاقيهاش بتهتم قوي بموضوع الرسم زي ما بتهتم بمجالات تانية. نفسي إن الموضوع يكبر، مجال الرسم يوسع. بالتأكيد لازم الواحد لما يبقى عنده موهبة يبتدي يصقلها، يبتدي يدرسها، يبتدي إلى حد ما لو عنده بعض الضعف فيها يبتدي يقوي. مرة تانية يعني سواء بقى محمد، سواء زي ما شفنا في التقرير هاجر، فنانين شباب عندهم مستقبل، نشتغل عليهم، نشتغلوا على نفسهم، إن شاء الله نلاقي عندنا أسماء لامعة زي الأسامي اللي احنا تعودنا عليها وتربينا عليها، ونشوف بقى معارض فنية، يبقى الشوارع عندنا كلها معارض فنية. خلينا بقى